وذكر حجاج طرابلس خبر الفتنة فيها. في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس على أميرهم سفيان بن المضاء واتفقوا على إخراجه عنهم، فقاتلهم هو وجماعة من الجند، لكنهم تمكنوا منه وقتلوا أصحابه ثم أمنوه فخرج عنهم، وكانت ولايته 27 يوما. ثم وقع قتال بين أبي كنانة وبني يوسف، فبلغ ذلك ولي إفريقيا إبراهيم ابن الأغلب، فأرسل جمعا من الجند فأحضروا المتقاتلين إلى مقره في القيروان، ولما صاروا عنده سألوه العفو فعفى عنهم وأرجعهم إلى طرابلس.